السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. الرئيس الفرنسي يعلن التزام باريس بدعم الخرطوم لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية. كتلة نداء السودان تقبل استقالة صادق المهدي وتقرر اعتماد قيادة جديدة. مفوضية حقوق الإنسان تدعو الحكومة السودانية لانضمام لاتفاقية الاختفاءات القسرية. أهلا بكم. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليين للسودان من أجل مساعدة الخرطوم على معالجة مشاكل الديون، وذلك فور قيام الولايات المتحدة برفع اسم البلاد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك التزام باريس بالعمل مع شركائها لدعم الخرطوم في تحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية. فيما قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن السودان شهد تغييرا عميقا سيعيده لمكانته الدولية، وأنهم على استعداد لدفع استحقاقات السلام الذي يمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الديمقراطي. وأشار حمدوك إلى أن فرنسا تمثل داعما للثورة السودانية في مواجهة التحديات المختلفة كالسلام والإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن لقاءه برئيس تحرير السودان عبد الواحد نور استمر لثلاث ساعات. اقترحت وزارة المالية الفرنسية على الحكومة السودانية تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مدير الشركات الفرنسية، وذلك في مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي. وبحث رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير آفاق التعاون الاقتصادي بين الخرطوم وباريس وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي إن اللقاء تطرق إلى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي والدور الذي يمكن أن تطلع به فرنسا في المساعدة على تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وأوضح أن الاجتماع تناول إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية، مبينا أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصورا مستقبليا للعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي. اعتبر مراقبون سياسيون زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى باريس بأنها خطوة نحو الانفتاح على المحيط العالمي لتقديم السودان بوجه جديد، فيما وصف مهتمون مخرجة مساعي حمدوك لتحقيق السلام ولقائه مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور بالخطوة التي من شأنها أن تساهم في تقريب شقة الخلاف. احتفت صحف الخرطوم بزيارة حمدوك إلى باريس ولقائه برئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في إطار بحث ملف السلام، ملف يحتاج إلى الكثير من الجهود. سيما إنه القضايا الحرب، يعني طلع الناس من أجل قضايا عادلة، والقضايا دي ما معنية بقى أحزاب سياسية وحركات مسلحة لوحدها أو الحكومة، وإنما هذا عهد الجماهير، والجماهير هي اللي بتحدد إنه مفترض يحصل شنو في مسألة السلام. فلذلك إشراكهم من الخطوات الأولى في التخطيط وفي التفاوض وفي المناقشات، وحتى الناس يطلعوا بالاتفاق النهائي. الاتفاق بكون مدعوم، والاتفاق بكون يعني لديه ضمانات داخلية قوية من الشعب السوداني، والزولو كده شارك في المسألة بتاع السلام في المرحلة الأولى ويكون جزء منا بيمتلكها وبيدافع عنها. فحتى يعني لا تكون يعني مثل الطريقة السابقة، إذا كان تم نقضها من أي من الأطراف، المواطن أو المجتمع المدني أو المجتمع السياسي بحس كأنه الحاجة دي ما بتعنيه أو بتعني المتحاربين أو الطرفين فقط. فلذلك الحكومة دي يجب أن تسحب في الاتجاه الإشراك كل الأطراف حتى تنهى عملية الحرب، ونكون نوقع ميثاق سلام شامل كامل بإنهاء الحرب في السودان. وده بيقطعنا شوط يعني كبير في في في
في المؤتمر الدستوري القادم وكذلك في الدستور الدائم للبلاد بعد المرحلة الانتقالية. مستحق السلام الذي بات ملفا ذات أولوية في حكومة حمدوك ولقاءاته بقادة حركة الكفاح المسلح قد يعجل بالتحقيق إذا ما لانت المواقف. أعتقد أن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى فرنسا أتت في توقيت مناسب وأكدت في الوقت ذاته يعني كسر العزلة التي كانت مفروضة على السودان وأن السودان عاد الآن إلى حضن العالم واندمج في العالم بهذه الزيارات المهمة. اللقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعبد الواحد محمد نور هو لقاء إيجابي وإن كانت التصريحات من قبل عبد الواحد هي تصريحات سلبية ولكن نأخذها في إطار سقوفات التفاوض وتعلية هذه السقوفات حتى تحقق الحركة مكاسب كبيرة. من المؤكد أن هذه الزيارة لها يعني أحاديث ليست للنشر أو لم تقل في الإعلام وإنما التصريحات التي قيلت هي فقط هي في إطار سياسي وربما تكون في شأن متفق عليه بين الرجلين لأن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد ولذلك لن يكون عبد الواحد مرتاحا إذا صرح تصريحات إيجابية قبل بداية التفاوض مع يعني رئيس الوزراء حتى لا يقال أن هنالك صفقة ما تمت. وسعي حمدوك واهتمامه بملف السلام باعتباره من القضايا الأولوية جاء لقاء عبد الواحد محمد نور. والله لقاء حمدوك مع عبد الواحد ممكن نعتبره خطوة في الاتجاه الأفضل أو الاتجاه السليم لمسألة السلام. عبد الواحد يعني ظل الفترات السابقة هو يعني ما قابل الحكومة وكان متخذ موقف من السلام وحتى لقاءه بالأمس يعني كانت اللغة الطلعباء البيان كانت لغة يعني فيها نوع من الحدة ولكن فلنتجاوز هذه الكلمات والعبارات التي كتبت في البيان ونسحب إلى المحتوى والنية أصلا يعني كل الأشياء أنت ما بتجدها في الفترة الأولى أو في اللحظة الأولى ولكن يعني الناس يعني من أجل قضايا الوطن ممكن يتنازلوا كثير من بعض الحاجات اللي إذا كانت مضطردة. أتمنى أنه في اللقاءات السابقة مع عبد الواحد يتم يعني نقاش حول القضايا الحقيقية وكل القضايا المرفوعة في المذكورة في البيان دي هي دي القضايا بتاع التفاوض فالمسألة بتاع المطالبة باع والمطالبة باع وانت بتكون قاعد بعيد ما بتتحلى انت ذاتك جزء من الحاجات دي تحديات بتواجهنا كلنا تعال شارك معنا عشان نحلها. وتبقى المطالب باقية والوصول ممكنا وإدارة النقاش والحوار الجماعي مسلكا ومخرجا لبلوغ غايات السلام. ناجي فاروق الشروق الخرطوم. أعلن المجلس القيادي لتحالف نداء السودان قبول استقالة رئيس التحالف الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي والتي دفع بها الأسبوع الماضي. وقال البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات التي انعقدت في منطقة العين السخنة في العاصمة المصرية القاهرة إنه تمت إحالة موضوع الهيكلة الخاصة بالكيان إلى المجلس الرئاسي لنداء السودان وأمن على ضرورة أن يعتمد التحالف قيادة جديدة. وأشار البيان إلى أن التحالف تناول الاستقالة كمدخل إيجابي للتعامل مع المناخ الوطني الجديد الذي أحدثته الثورة والإسهام في تطوير الحياة السياسية لا سيما وأن نداء السودان قد ساهم على نحو مقدر بمعية جموع الشعب في التغيير. وأوضح أن الاجتماع كون لجنة لمناقشة هذه القضية الهامة وثمنت اللجنة الدور الكبير الذي لعبه الإمام الصادق المهدي طوال سنوات حكم الإنقاذ ورفضه المستمر للمشاركة في النظام والدور المهم الذي لعبه في قيادة نداء السودان والحفاظ على وحدته. أخلت السلطات السودانية سبيل 15 من العسكريين ومنتسبين لحزب المؤتمر الوطني في محاولة انقلابية في يوليو الماضي بقيادة رئيس الأركان هاشم عبد المطلب. وكشف عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق ركن شمس الدين الكباشي صدور قرار بإطلاق سراح 15 من المعتقلين في محاولة الانقلابية الأخيرة والبلغ عددهم 31. وقال الكباشي في تصريحات لموقع العين الإخبارية إن أبرز الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها اللواء الركن نصر الدين عبد الفتاح قائد سلاح المدرعات والفريق ركن آدم هارون إدريس رئيس هيئة العمليات المشتركة. وأوضح أن 10 من معتقلي المحاولة الإنقلابية
سيتم تقديمهم لمحاكمات بما فيهم رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول هاشم عبد المطلب وعدد من اللواءات من أبرزهم قائد قوات الدفاع الشعبي اللواء عبد العظيم الأمين. وأشار إلى أن الذين سيتم محاكمتهم أيضا والي القضارف السابق اللواء محي الدين أحمد الهادي واللواء طيار أبو القاسم واللواء بحر أحمد بحر إلى جانب 6 ضباط متقاعدين. اعتبرت السلطات المصرية أن إنجاز السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من شأنه أن يضع حدا موضوعيا لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي، وجددت مصر دعمها ومساندتها في المحافل الدولية لهذا الاتجاه في وقت دعا فيه سياسيون ومراقبون لتسريع وتيرة إنجاز ملف السلام وفقا لبرنامج الحكومة المعلن ل6 أشهر الأولى. أنا مش من أنصار إن أنا أتكلم عن قضية وهي لا تزال موجودة تحت التحقيق، لكن اللي أنا عايز أقوله اعتبر وليد ده ابني أنا شخصيا، واعتبر وليد ده ابن مصر، ولن يظلم سوداني في مصر، ولن يظلم أي أخ عزيز شقيق موجود من السودان، واعتبروه كأنه بالظبط، وكل كل سوداني موجود في مصر كأنه في بلده بالظبط، وله كل الحقوق زيه زي المصري. نفى السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى صدور أي قرار لوقف تأشيرة الدخول بين السودان ومصر، وأضاف في تصريحات صحفية أن المواطن السوداني يتمتع بكل التقدير والاحترام لدى السلطات المصرية، بل هنالك اتجاه لإلغاء التأشيرة تسهيلا على الأشقاء في كلا البلدين. ليس هناك أي قرار أو تعديل في منح التأشيرات لإخواتنا السودانيين، إن شاء الله القرار اللي يطلع بقى إن شاء الله هو إعفائهم من التأشيرات. دعت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة السودانية إلى الانضمام للاتفاقيات المعنية بالاختفاءات القسرية والتعذيب، واعتبرت رئيسة المفوضية حورية إسماعيل خلال افتتاح مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالقطاع الشرقي والذي يضم بجانب كسلة ولايتي البحر الأحمر والقضارف، اعتبرت أن الأحداث التي تعرض لها الشعب السوداني مؤخرا يشجع الدولة على المضي قدما في التوقيع على تلك الاتفاقيات. قضية ما عندها آلية نفاذ، لكن هي تقدم النصح للدولة، وإذا شعرت هناك قوانين تقيد حقوق الإنسان تطلب من البرلمان إعادة نظر في القوانين ويزال هذا التقييد لحقوق الإنسان في التشريعات. أيضا المفوضية مناضبيها تنصح الدولة تنضم لاتفاقيات مهمة، يعني هسه شهدتوا في الآونة الأخيرة حصل تعذيب وحصل اختفاءات، انت لازم تنضم الاتفاقيات المعنية بالاختفاءات القسرية ومناهضة التعذيب عشان تسن في تشريعاتك الوطنية مواد قانونية تمنع التعذيب وتمنع الاختفاءات القسرية. وفي الأثناء قال ولي كسل المكلف محمود همد أن ولايات الشرق تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بوجود اللاجئين والذي ترتب عليه جرائم الإتجار بالبشر، وأشار إلى جريمة الإتجار بالبشر ورغم أنها تندرج خارج نطاق عمل المفوضية إلا أنها منوط بها حفظ حقوق اللاجئين بمثل تعاملها مع حق المواطن، وطالب همد المفوضية بتعريف المواطن بحقوقه التي كفلها له الدستور والقانون. الولاية الثلاثة أمام تحديات، ولكننا قادرون إن شاء الله عبورة، ولعلكم شاهدتم في الفترة السابقة كثير من الإشكالات التي نشأت إما من فراغ أمني أو خلافه في بعض التناحر والصراع ما بين مكونات هذا المجتمع، ولعلنا في ولاية كسلة غدنا مبادرة لردق النسيج الاجتماعي بين هذه المكونات كان لها دور كبير في حفظ الأمن والسلام ونشر ثقافة حقوق السلام حقوق الإنسان في هذه الولايات.